في الأصحاح الأول أخذت كلمة كلمة، لكن الحقيقة في باقي الأصحاحات لأن رسالة القديس يعقوب فيها تكرار، فعلشان كده هاجي أنا هعمل إيه؟ إني هاخد النقطة أبتديها إن أنا شرحت الحتة دي في الأصحاح الأول، وأخذ كل ما يتكلم عن هذا الموضوع، يعني مثلا موضوع الإيمان والأعمال، هقول إن في الرسالة في الأصحاح الأول خدنا كذا، وموجود في الأصحاح الثالث كذا، وفي الأصحاح الخامس كذا، وأشرح الإيمان والأعمال في رسالة يعقوب. الإيمان والأعمال في رسالة القديس يعقوب هو الأصحاح الثاني في رسالة القديس يعقوب. أكبر موضوع في هذا الأصحاح هو موضوع الإيمان والأعمال. عدد 14: ما المنفعة يا إخوتي؟ لاحظوا أن القديس يعقوب الرسول بطريرك رسول، يعني برتبة أسقف، بل أعلى من أسقف، بل هو بطريرك مسكوني، بل هو أكبر بطريرك في الرسل، باعتبار أن لما انعقد المجمع الأورشليم كان هو رئيس مجمع أورشليم، وعلشان كده هو بطريرك، يعني كان المفروض أنه يقول يا أبنائي، ولكن الحقيقة أنه في تواضعه هو يقول لنا يا إخوتي. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ يبقى الحديث هنا عن الخلاص، معايا؟ يبقى الحديث هنا عن الخلاص، وهل الخلاص بالإيمان أم الخلاص بالأعمال أم الخلاص بالإيمان والأعمال معا؟ علشان كده بيقول هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ لأن كثيرين من الناس وهم بيعلموا يقولوا إيه؟ الخلاص بالإيمان. فهل الخلاص بالإيمان؟ يقول ماري يعقوب الرسول: هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ ومن هنا أدركنا إن الإيمان وحده لا يخلص. بعد كده هيرسم صورة، هذه الصورة هي الصورة السادسة في من الصور التي رسمها القديس يوحنا القديس يعقوب الرسول. يقول: إن كان أخ أو وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم يعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ يعني هو بيقول الكلام ده علشان يثبت موضوع الإيمان والأعمال، هو بيشرح موضوع الإيمان والأعمال بصورة معينة، فبيقول إن في أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، هل ينفع إننا نقول لهم كلام حلو؟ امضيا بسلام، استدفأ واشبع، ده كلام حلو، كلام لطيف، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، ما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا، يعني زي الصورة دي الإيمان أيضا، إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. والآية دي اللي هي إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته اتكررت في الأصحاح ده بس 3 مرات، في عدد 17 وعدد 20 وعدد 26. الصورة دي اللي بيقدمها بيقول فيها إن كما إن حاجات الفقير، كما أن احتياجات الفقير لا تعالج بالكلام الحلو وحده، كلام الحلو وحده ما شبعهوش،
هكذا ايضا احتياج الانسان للخلاص لا ياتي بالايمان وحده، زي ما الحكايه دي ما تنفعش الكلام الحلو هكذا ايضا. وعلشان كده الحقيقه احنا شفنا ان في سفر الاعمال اصحاح 11 عملوا ايه؟ كان هناك فقراء في اورشليم، فماذا فعل الاباء الرسل؟ راحوا عملوا ايه؟ كلفوا نفسهم ان هم يجمعوا، لان جوعا عظيما قد حدث في اليهوديه، علشان كده قعدوا يجمعوا تبرعات ووزعوا على الفقراء بتوع اليهوديه او بتوع اورشليم. ده قالوا لهم ربنا معاكم واشبعوا، وقالوا لهم ان الله يسدد احتياجاتكم وسبوهم، بالطبع لا. قالوا لهم امنوا ان ربنا هيشبعكم فالايمان وحده ينفع، لا، الايمان وحده ما ينفعش، لابد ان الايمان يكون معه ايه؟ اعمال. والقديس يعقوب قدم هذا الموضوع علشان يفهمنا ان موضوع الايمان في كل مواقف، الايمان وحده لا يمكن ان يخلص الانسان. على فكره برضو القديس بولس الرسول عمل كده برضو، في مره قعد يلف يجمع تبرعات. على فكره كان يقول القديس بولس الرسول كان بيجمع تبرعات للقديسين، لاحتياجات القديسين، كان يسمي الفقراء القديسين، زي ما احنا في عصرنا الحالي بنسميهم إخوة الرب. بولس الرسول كان بيسميهم القديسين. وعلشان كده بولس الرسول جمع من المؤمنين بتوع كنائس مقدونية، قال لهم اجمعوا يعني تبرعات، وما راحش مجرد ان هو عطى إشارة كده، هم بقى جمعوا وألحوا عليه ان ياخد هذه التبرعات ويوصلهم. والكلام ده في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 8. اذا مال يوحنا الحبيب بيؤيد الكلام ده في رسالته الاولى، بيقول اذا لا نحب بالكلام ولا اللسان يا اخواني، بل بالعمل والحق. يبقى الأمر يحتاج إلى الإيمان والأعمال، لا بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. يعني انت اذا كان ليك ايمان وما لكش اعمال تعال نشوف الفايده، لكن انا ساريك باعمالي ايماني. بلا شك اني بنت انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل. هذا هو الايمان، انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل. إيمانك بالله الواحد لوحده يفيد ولا الأمر يحتاج إلى غير كده؟ شوف يقول إيه، والشياطين من يؤمنون ويقشعرون. يعني إيه يقشعرون؟ يعني بدل ما يؤمن فيتقدم إلى الإيمان إلى الأمام، الإيمان يثمر فيه عملا صالحا، لا، هو بيؤمن وبيسكت. الذين يؤمنوا بالإيمان بس هؤلاء هم الشياطين، الذين يهتمون بالإيمان فقط هؤلاء هم الشياطين، اللي ياخدوا 10/10 في الإيمان فقط هؤلاء هم الشياطين. لاحظوا أني كان في مجمع كفر نحوم، دخل إنسان بروح الشيطان، وأول ما المسيح انتقى به راح صرخ الشيطان، ما لنا ولك يا يسوع الناصري. ده مين اللي بيتكلم؟ الشيطان اللي جوه الراجل اللي في كفر نحوم. أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت،
قدوس الله. في إيمان أعظم من كده؟ أنا أعرف من أنت، قدوس الله. فالشيطان من جهة الإيمان ياخد 10/10. مشكلته أن الإيمان وقف لغاية كده، يقشعر بعد كده، يؤمن ويتراجع ويسكت. إنما نحن ينبغي أن الإيمان شجرة تثمر فينا هيبة ومحبة. هيبة لهذا الإله الواحد فنخافه وننفذ وصاياه، ومحبة فنعمل فنصلي ونتعامل معه بحب وننفذ الوصايا من أعماقنا بحب. هيبة ومحبة. هيبة فلا نخطئ، نخاف منه. وإيه التانية؟ وننفذ وصايا. أنا عارف إن من الممكن وأنا بقول لكم هيبة ونخاف يروح واحد منكم من جواه يقول لا، إن المحبة تطرد الخوف إلى إيه؟ الخارج، مش كده؟ وإن القديس الأنبا أنطونيوس قال أنا إيه؟ لا أخاف الله لأني إيه؟ أحب. بس أنا عايزكم تبقوا ناس واقعيين وتفكروا بطريقة واقعية. هل كلنا الأنبا أنطونيوس؟ كان واحد فينا استطاع أن يلقي بكل شيء، يبيع كل ما يملك ويوزع على الفقراء والمساكين ويمضي إلى البرية الجوانية ويحيا بلا أي ممتلكات؟ لا ولا أنتو ولا الرهبان. فالرهبان أيضا عندهم ممتلكات، تدخل تلقى القلاية فيها كذا وكذا وكذا. ولا حتى المتوحدين في عصرنا، تدخل عنده في الحتة اللي هو متوحد فيها تلقى فيها كذا وكذا وكذا، والغير بيبعت له كذا وكذا وكذا وكذا. فهل كلنا مثل القديس الأنبا أنطونيوس؟ انظروا الآية بتقول إيه؟ أما المحبة، حد يكمل؟ الكاملة فتطرد الخوف إلى إيه؟ مش المحبة بتطرد الخوف، لا. كلنا نحب، ولكن محبتنا اللي ياخد 5/10 واللي ياخد 6/10 واللي ياخد 7/10، مين واخد 10/10 في الحب؟ المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى الله. وعلشان كده قال الكتاب بدء الحكمة مخافة. ومرة تاني قال في مزمور غيره، قال رأس الحكمة مخافة. وعلى فكرة كلمة حضر، وعلى فكرة كلمة رأس الحكمة هي برضو بدء، لأن رأس معناها أرش، معناها أرش، وأرش الحقيقة هي أول. أنتوا في منكم ناس بيدرسوا علمي، أركيوبتريكس، شوف حرف الشي في اليوناني كي وخي وشي، وعلشان كده الكلمة بتاعت أركي هي أرشي هي أرخن. بنقول أراخنة الشعب، مش رؤساء، لا، أوائل الشعب، يعني المتقدمين في الشعب. فأرخن معناها واحد مش رئيس، لا، متقدم، أوائل في الشعب، وهكذا. وليفهم أيضا الشمامسة إن أرش دياكن مش معناها رئيس الشمامسة، معناها أول الشمامسة. أرش إبسكوبوس معناها أول الأساقفة، وهكذا. فكلمة فنحن نعرف، فمحبتنا محدودة، ولا بد أن نعرف أننا ينبغي أن نخاف الله. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن شوفوا التعبيرات القوية والصعبة شوية. هل تريد
أن تعلم أيها الإنسان الباطل. اللهجة بتاعت القديس يعقوب اتغيرت ولا لا؟ خدوا بالكم التعبير. شوف هو بدأ بإيه؟ يا إخواتي، باللطف وبالتعامل اللطيف والتواضع. لكن أول ما جه عند العقيدة تغير صوته، وبدلا من أن كان يتكلم باللطف بدأ يتكلم بالشدة. شوف التعبير، هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل؟ ده كلام لطيف وهادي ولا كلام شديد؟ شديد. أن الإيمان بدون أعمال ميت. دخل في العقيدة، وأول ما العقيدة دخل تلقى غير صوته. هو بس القديس يعقوب كده؟ لا، قديس ماري يوحنا الحبيب رسول الحب، التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع، التلميذ اللي قعد يقولوا له كلمنا وعظمنا، كبر هو وشاخ كبر، وقالوا له كلمنا عظة جديدة، قال لهم وصية جديدة أعطيكم وهي التي كانت من البدء أن تحبوا بعضكم بعضا. هذا الرسول الذي لا يعرف أن يتكلم إلا عن الحب، أول ما جه عند العقيدة اتغير صوته، راح قال إيه؟ لا تقبلوهم في البيت الذي اللي يأتوا إليكم ويعلموا تعليم غير اللي انتوا قبلتموه، لا تقبلوه في البلد ولا تقولوا له سلاما، لان من يسلم عليهم يشترك في اعمالهم الرديئه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده رسول الحب يقول اقفل الباب في وشه وما تدخلوش البيت. مين ده اللي ما دخلوش البيت؟ ده رجل الدين اللي ماسك الكتاب المقدس اللي جاي يعلم تعليم غير مستقيم. مين اللي بيقول كده؟ رسول الحب. تعال نشوف، بلاش يوحنا، ما ده يعقوب الرسول اتغير صوته، والقديس يوحنا الحبيب اتغير صوته. خلينا في الإله القدوس الذي قيل عنه قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخن لا يدفئ. هذا الإله الوديع الهادئ في إنجيل يوحنا أصحاب 6 بدأ يتكلم عن سر الإيه؟ الإفخارستية. وهو بيتكلم عن سر الإفخارستية قعد يقول الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، خذوا كل منه كلكم لأن هذا هو جسدي يعطى لمغفرة الخطايا، وقعد يكرر. وبعد كده يقول الكتاب المقدس من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، قائلين في أنفسهم كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد لنأكل؟ دول الناس بيسألوا سؤال، جوابهم المسيح بهدوء وداع، لا بس فنظر يسوع للإثني عشر وقال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ إيه ده يا رب ده؟ لماذا تغير صوتك؟ لماذا إله الوداعة الوديع الذي لم يسمع أحد في الشوارع صوته، لماذا تحول إلى هكذا؟ هذه هي العقيدة. نحن نستشهد من أجل كلمة واحدة في العقيدة، ما بنستشهدش من أجل الطقس. احنا والكنيسة السريانية كنيسة واحدة مختلفين في الطقس، طقس القداس الباسيلي مختلف عن طقس القداس الكيرلسي، ونحن كنيسة واحدة مع كنائس أثيوبيا، نحن كنيسة واحدة معهم، ومع هذا يخالفوننا في الطقوس. ولكن حرفا واحدا في العقيدة لا يمكن في كل شيء نحتمله ما عدا العقيدة. نعود ثانية
إلى موضوع الإيمان والأعمال اللي هو عقيدة بيقدمها القديس يعقوب الرسول. فترى أن الإيمان بدون أعمال ميت، اللي هو الآية اللي هي كنا بنقولها، هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ وبعد كده هدى بقى وبدأ يفهمنا مرتين. ألم يتبرر إبراهيم أبونا؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ مع أن القديس بولس الرسول قال في رسالة العبرانيين بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، فحسب الله قادر أن على الإقامة من الأموات. قال إيه؟ إن قصة إبراهيم بالإيه؟ بالإيمان. وبرضه في رسالة بولس الرسول إلى روميا أصحاح 3 يقول كده: إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، لكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم فحسب له إيه؟ بر. يعني القديس بولس الرسول قدم أبونا إبراهيم على إنه رجل الإيه؟ الإيمان. والقديس يعقوب قدم أبونا إبراهيم على أنه رجل الإيه؟ الأعمال. وهنا نرجع إلى الفصل الأول من أعظم كتاب كتبه قداسة البابا شنودة. حد فاكر إيه هو؟ الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي. الفصل الأول بيتكلم عن إيه؟ خطورة استخدام الآية الواحدة. لو أنا خدت الآية بتاع بولس الرسول أقول إن نتبرر بالإيمان. إن خدت رسالة القديس يعقوب يبقى نقول نتبرر بالأعمال. إن خدت الآيتين مع بعض نقول إن إحنا نتبرر بالإيمان والأعمال. على الرغم برضو لو أنا خدت أي آية واحدة من الاثنين دول، بس بدل ما أخدها هي لوحدها أخدها بالسياق كله اللي معاه الكده، بالسياق كله برضه هتوصل إلى الإيمان والأعمال معا. لأن ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ طب ما أدي قصة أبونا إبراهيم، إنه عمل إيه؟ روح يا إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك. عمل كده. هنا فيها إيه؟ أعمال ولا إيمان؟ طاعة وترك، ده كله دي أعمال. بس هو ماشي ورا ربنا بالإيمان، مؤمن إن اللي هين إن هو ماشي ورا إله يحرسه ويحفظه. خدتوا بالكم؟ إذن هنا إيمان، ولكن هنا أيضا إيه؟ أعمال، لأن الطاعة عمل من الأعمال والترك عمل من الأعمال. ده واحد أغنى الأغنياء وترك أبوه وعشيرته وكل الناس وكل الممتلكات وخد بعضه وعاش غريب في الأرض، طيب، وعاش في خيمة. هذا كله ده أعمال. وبعد كده خد ابنك وحيدك وروح قدمه، دي أعمال. بس صحيح إنه عنده، مع إن الابن ده أنا واخد المواعيد عليه، أنت قلت لي يا رب إن بإسحاق يكون لك إيه؟ نسل، ومن هذا النسل ستتبارك جميع الأرض، كل الأرض. إذا في لازم نسل. خلاص أنا مؤمن أن بدام هو اللي قال لي كده، قال لي أموته، قال لي أسبحه، يبقى ربنا برضو هيقيمه من الأموات. الإيمان والأعمال معا، لغاية ما أخذ إسحاق وحطه على المذبح، ده أعمال ولا مش أعمال؟ أعمال. فالطاعة والأعمال اللي عملها أبونا إبراهيم أعمال. وعلشان كده
هذه القصة التي تشمل الإيمان والأعمال معا، حينما تكلم عن هذه القصة بولس الرسول، وبولس الرسول كارث بين الوثنيين، حد واخد باله؟ بولس الرسول ايه؟ بيكرز مش للمسيحيين، بيكرز للأمم، مش بيكرز للمؤمنين. علشان كده لما هو بيكرز لغير المؤمنين لازم يكلمهم في الأول عن الايه؟ عن الإيمان. يبقى ياخد من القصة دي جانب الإيمان ويقدمه لغير المؤمنين ليؤمن. طيب، والقديس يعقوب الرسول ده راعي كنيسة مسيحية، راعي مؤمنين، علشان كده مش هيكلمهم عن الإيمان، ما هيكلمهم عن ايه؟ ما هم مؤمنين، ما هم كنيسة مسيحية مؤمنة، ما هو شعب مؤمن. ينقصهم ان ينقص هذا الشعب ان الإيمان اللي فيهم يثمر أعمالا، يبقى يكلمهم عن ايه؟ عن الأعمال. علشان كده قصة واحدة ده خدها من وجهة الإيمان وده خدها من وجهة الأعمال، ونحن ينبغي أن نأخذها من وجهة الإيمان والأعمال معا. فآمن إبراهيم أبونا، ده يعقوب الرسول بيتكلم، إبراهيم أبونا، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ بيورينا ان في حاجة اسمها أبوة روحية، علشان كده قال ابراهيم ايه؟ ابونا، ففي أبوة روحية. اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح فترى ان الايمان عمل مع اعماله، وبالاعمال اكمل الايمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له إيه؟ برا. ودعي خليل الله. ما أروع هذه الآية. الآية دي خدوا بالك، واخد نصها من حتة ونصها إيه؟ من حتة. الجزء بتاع آمن إبراهيم بالله فحسب له برا واخدها من تكوين 15، والحتة الثانية ودعي خليل الله واخدها من أشعياء 41. ده يعقوب الرسول، رسول العهد الجديد، بيكتب الرسالة في العهد الجديد وبيرجع إلى العهد القديم، والعهد القديم ينقسم إلى الناموس والأنبياء. النص الأول بتاع العبارة واخده من الناموس، والنص الثاني من العبارة واخده من الأنبياء، وكأنه يقول لنا لا تهتموا فقط بالعهد الجديد، بل اهتموا بالعهد الجديد اللي هو الرسالة بتاعتي، وبالناموس اللي أنا خدت منه، وبالأنبياء اللي أنا خدت منهم. فالروح القدس الذي أرشدني أن أكتب هذه الرسالة، الذي علمني أن أكتب هذه الرسالة، وهذه الرسالة تعتبر كلمة الله لأنها كلام الروح القدس على لساني، هو من العهد الجديد والناموس والأنبياء. ولذلك إني لابد أن نؤمن بالثلاثة معا. اوعى بقى تصدق واحد يقول لك لا 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 لا، اللي انت بتقوله ده انت بتاخد كلام العهد القديم، العهد القديم ده كان زمان، احنا دلوقتي هات لي آية من العهد الجديد. ايه دي مسيحية؟ ما جئت لأنقض بل ايه؟ لأكمل. ما ينفعش، لابد اننا نؤمن بالاثنين، والعهد الجديد وحده لا يوصل الى السماء، كلمة الله توصل الى السماء. كلمة الله دي عهد قديم وجديد، ناموس وأنبياء وإنجيل ورسائل وكله، لأن من يحذف حرف واحد من الناموس يحذف اسمه إيه؟ من سفر الأعمال. لاحظوا
الآية دي اللي أنا بقولها لكم، من يحذف حرف واحد من الناموس يحذف اسمه من سفر الحياة. لو رجعت لها في الأصل اليوناني تعرف تلقى إيه؟ حرف واحد مكتوبة يوتا، علشان الحرف اليوتا فيه أصغر حرف حجما، ولأنه فيه حاجة اسمها اليوتا الإيه؟ التحتية. مش خدتوا يوناني؟ مش خدتوا اليوتا التحتية؟ واليوتا التحتية لا تحسب حرفا من الحروف، ومع هذا هي تؤثر في الإيه؟ تؤثر في النطق فقط. ومع هذا اللي يحسب حرف يوتا تحتية واحدة يحذف اسمه من سفر الحياة. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. خرج بالنتيجة دي. وطبعا كلنا أدينا واثقين إن الكلام باين وواضح. طيب هيجيب مثل آخر، كذلك رحاب. لاحظوا أن القديس يعقوب الرسول يكتب أساسا لليهود اللي هم إيه؟ المشتتين في العالم، مش كده؟ فاكرين لما قلت المقدمة اليهود المشتتين في العالم الذين آمنوا بالمسيحية أو بيؤمنوا بالمسيحية، فعلشان كده برضو بيجيب لهم من العهد القديم إثباتات. كذلك رحاب الزانية، كذلك رحاب الزانية أيضا. أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لاحظوا رحاب دي قصتها جت في سفر يشوع أصحاح 2. هقرأ لكم حتة من سفر يشوع، حتة من القصة بتاعتها. أرسل يشوع ابن نون جاسوسا. أنا مش هقرأ لا هاخد حتة يعني ما تذكروش الكلام ده، حتة عشان أختصر القراءة. أصحاح 2 من عدد 1. فأرسل يشوع ابن نون جاسوسا، اذهب قال لهم اذهبوا الى الارض وأريحة. فذهب ودخل بيت امراه زانيه اسمها راحه وخبأتهما عندها. هي بيتها كان ملزوق في السور. وبعد كده حصل ان الناس بتوع البلد قالوا ليشوع، قالوا لرحاب، جه عندها يشوع هذا فقالت علمت، ده رحاب اللي بتتكلم، علمت ان الرب اعطاكم الارض. خد بالك رحاب دي ايه؟ وثنيه وزانيه، لكن شايف الكلام بتاعها. علمت أن الرب أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر. سمعنا احنا ربنا الإله بتاعكم ده عمل إيه معاكم علشان ينقذكم. سمعنا فزادت قلوبنا، خفنا ترعبنا فزادت قلوبنا. شوف التعبيرات، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. الإله ده في السماء وعلى الأرض. شايف بدأت دخلت فين؟ في الإيمان، إنها تؤمن بأن الرب الإله بتاعكم ده هو إيه؟ الله في السماء، مش هو إله في السماء، هو إيه؟ الله في السماء وعلى الأرض من تحت. فأنزلتهما بجبل من بحبل من القوة، يعني ما هي عشان بيتها في السور، نزلتهم
علشان يعرفوا يهربوا. وقالت لهم خدوا بالكم ان في عساكر بتلف حوالين السوق، فانتوا استنوا يومين كده، ادخلوا بسرعه كده، اجروا على الجبل واركنوا شويه، وبعد ما تركنوا امشوا، قوم هم ما يعرفوش انكم انتوا طالعين من عندنا ولا جايين من انا حته. فانزلتهما واختبأ ثلاث ايام وقال نحن ناتي الى الارض فاربطي هذا الحبل اللي هو من القرمز المهم فرحاب هذه آمنت. فين الإيمان؟ الآية اللي قلناها إن هو إيه؟ الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض. وعملت إن دول اللي تبع ربنا خبأتهم وأرشدتهم وأنقذتهم وحرجتهم علشان دول تبع شعب الله تبع ربنا فخدمتهم. وعلشان كده القديس بولس الرسول راح برضو قال بالإيمان رحاب الثانية لم تهلك مع الأوصال إذ قبلت الجاسوسين بسلام. يبقى بولس الرسول ده في العبرانيين، بولس الرسول يقول إيه؟ يقول إن بالإيمان رحاب الثانية إيه؟ لم تحسب، لم تهلك مع الأوصال. والقديس يعقوب يقول إيه؟ بالأعمال. والقصة الحقيقية تقدم إيه؟ بالإيمان والأعمال معا. هل تعلمنا ما إزاي لما حد يجيب لنا آية ندور على الآيات اللي تكملها علشان نقدم صورة متكاملة؟ معايا عدد 26. لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. أنا عايزكم إيه؟ تحطوا الآيتين العبارتين دول تحت بعض. كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا إيه؟ الإيمان بدون أعمال ميت. هسألكم سؤال، إيه اللي بيمثل الجسد واللي بيمثل الروح بالنسبة للإيمان والأعمال؟ الإيمان بيمثل إيه؟ شايفين؟ 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 شايفين المشكلة؟ إيه المشكلة؟ المشكلة هي إننا بنجاوب من مشاعرنا الخاطئة، مش بنجاوب من عقلنا الذي يحدد فين الصح وفين الغلط. مشاعرنا الخاطئة عايزة تقول الإيمان أهم من الأعمال، وعلشان كده عايزين نقول ان الايمان هو الروح والاعمال هي ايه؟ الجسد. لكن الحقيقه مش كده. الحقيقه ايه؟ في الناس قالوا الصح، الناس اللي قالوا الصح ايه؟ الايمان هو الجسد والاعمال هي الروح. لان هسالكم سؤال، اسالك سؤال، هو الجسد بدون روح، الروح بدون جسد ميت؟ الروح من غير الجسد ما تموتش حي، لكن الجسد بدون روح والايمان بدون اعمال، يبقى الجسد هو الايه؟ الايمان، والروح هي الايه؟ خدوا بالكم، الايمان شركة بيننا وبين مين؟ عارف يقول رائع، لأن محدش هيتجرأ يقول كده. شاطر فقرة. أسأل مين مؤمنين؟ الشياطين مؤمنين وإحنا مؤمنين. والذي يميزنا عن الشياطين أن الإيمان اللي فينا ينبغي أن يثمر، يبقى شجرة حية مثمرة تثمر تعطي ثمرها في حينه، ثمرها ايه؟ الاعمال. طيب ندخل الى موضوع اخر، اللسان وخطايا الكلام. لا تكونوا معلمين، دي اصحاح 3، لا تكونوا عدد 1،
لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. لا تكونوا إيه؟ حد يقدر يجيب آية على حكاية معلمين دي أو معلم والكلام ده؟ نعم. ان في معلمين كذا، انبياء ومعلمين كذا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي. لاحظوا ان السيد المسيح قال معلمكم واحد هو المسيح. يبقى كلمه لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي معناها إن المعلم، أنا رأيي كذا، ولما أقول له طب ما أنا رأيي غير كده، يقول لي حسب إيمانك يكون لك، كل واحد حسب إيمانه إيه؟ يكون لك، ما هو بقى عايز ما يقدرش يقول إن كل الناس غلط وأنا اللي صح، مش قادر يقول كده، فيروح يقول إيه؟ وعلشان كده مشكلة لوثر إن هو قال إن كل واحد من المؤمنين يقدر أن يفسر الكتاب المقدس حسبما يرشده روح الرب. ومن هنا كل واحد أرشده روح الرب. طبعا أرشده روح الرب دي مش مظبوطة، حس إن هو أرشده روح الرب وقال كلام، وده علم تعليم وده علم تعليم عكس، وده علم تعليم غيره وده علم تعليم غيره وده علم تعليم غيره، وبقيوا معلمين إيه؟ كثيرين. وتسأل أي واحد بروتستانت تقول له في كام طائفة بروتستانتية؟ يقول لك في مصر 32، وفي أمريكا مش عارف 100 وكام ولا 300 وكام، وفي إنجلترا كام، وحاجات زي كده بالمئات. طيب مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ لا لا لا، كله صح، كل واحد حسب ما يرشده ربنا، كل واحد هيعلم تعليم غير التاني، ويبقى ايه؟ وسالفيشن ارمي اللي هو جيش الخلاص في العالم، اللي هو اسمه عندنا في مصر جمعية خلاص النفوس بين قوسين اللا طائفية، هي بتقول عن نفسها اللا طائفية، تقول احنا مالناش دعوة بالعقيدة، كله في المسيح. يعني دول يقولوا كلام ودول يقولوا كلام غيره ودول يقولوا كلام غيره ودول يقولوا كلام غيره ودول كلام غيره ودول كلام غيره، وكله الجميع ايه؟ واحد في المسيح. خدتوا بالكم؟ فكلمة كله في المسيح دي ده تفسير خاطئ من آية من الإنجيل، بس تفسروها بطريقة خاطئة اللي هي ايه؟ ليس عبد ولا حر، لا رجل ولا امرأة، لا يهودي ولا يوناني ولا سركيزي، بل الجميع واحد في المسيح. يعني نحن لا يهمنا جنسيتك يهودي ولا أمري، جنسك رجل أو امرأة، مستواك الاجتماعي عبد أم سيد، وهكذا. نحن لا يهمنا كل هذا، لكننا يهمنا عقيدتك. يعني أنا لما أقرأ السؤال وأجاوبه وأعلق على السؤال، صاحب السؤال ما يزعلش. ليه؟ لأن الكلام مش موجه لي، بقدر ما إن إحنا عايزين نتعلم مع بعض. فاهمين قصدي؟ يعني عايزين نقول إن الاستنتاج ده صح ولا غلط، استنتجت كده صح ولا غلط، هل المفروض نستنتج بالطريقه دي ولا ما نستنتجش؟ يعني فاهمين؟ فلما علق صاحب السؤال ما يزعلش، الكلام ليس موجها لي بقدر ما الكلام كلنا نتعلم معا. ماشي الكلام؟ رحاب كيف تبررت بالاعمال؟ هل احنا قلنا ان رحاب تبررت بالاعمال؟ مين اللي قال كده؟ يعقوب الرسول. لكن احنا قلنا ايه؟ ايمان.
اللي يقول تبررت بالإيمان يبقى غلط، واللي يقول تبررت بالأعمال يبقى غلط، أو يبقى صح في حالة واحدة، لو هو بيكلم ناس معينين محددين مش بيقول قاعدة. لما واحد يقول تبررت بالأعمال لناس مؤمنين بالمسيحية والعقيدة وماشيين مظبوط وكده يبقى ماشي، لما واحد يقول تبررت بالإيمان لناس وثنيين أو غير مسيحيين يبقى ماشي. يبقى ده اسمه الدرس الأول. لما واحد يقول يعني يعقوب الرسول ليه قال كده؟ لأنه بيدي الدرس الثاني. بولس الرسول قال كده ليه؟ لأنه بيدي الدرس الأول، والدرس الأول يعقبه درس ثاني، مش كده؟ والدرس الثاني سبقه الدرس الأول. لكن أنا دلوقتي خلاص مش لسه مش ماشي في التاريخ، أنا بقول كل التعليم على بعضه. علشان كده رهاب محدش يقدر يقول تبررت بالإيمان، محدش يقدر يقول تبررت بالأعمال، لكن نقول تبررت بالإيمان والأعمال. النتيجة، هل يعني أن كل واحد غير مسيحي طب يعمل أعمال حسنة هل يكون متبرر؟ طب تعالى، لما احنا جبنا قصة رهاب، جبنا ان رهاب قالت ان الله، ان الاله بتاعكم هو الله في السماء وعلى الارض، مش كده؟ قالت كده ولا ما قالتش؟ يبقى هي عملت اعمال حسنه بس، ولا قالت ولا قدمت الايمان؟ يبقى هي قدمت الايمان ثم عملت اعمالا حسنه، وبالايمان والاعمال بقيت انسانه مقبوله امام ربنا. دي نقطه. النقطه الثانيه عايزكم تعرفوا نقطه اخرى، الكتاب المقدس اللي انا نفسي تفهموه جيدا، الكتاب المقدس لما يجيب سيره انسان معين ويقول عليه قصة معينة، القصة دي خدت يوم أو اتنين أو تلاتة من حياتك. السؤال، هل البني آدم ده اتولد قبل القصة ومات بعد القصة؟ حد فاهم؟ يعني حياته كلها القصة دي؟ قبليها ما كانش اتولد وبعديها مات؟ لا، دي قصة بنتعلم منها. لكن البني آدم ده أنا ما أقدرش أحكم عليه بالقصة، أنا هحكم عليه بإيه؟ بما سبق وبما سيأتي. حد قال إن رحاب يدوبك قبلت الجاسوسين ثم ماتت قولا؟ حد قال كده؟ لا، رحاب عملت بعد كده أعمال صالحة، والإيمان اللي هي آمنت بيه، الأمان اللي هي آمنت بيه إنكم أنتوا عندكم الإله الحقيقي والإله اللي في إله السماء والأرض اللي عملته ده، بعد كده شوية بعديها بشوية سمعت وفهمت وسمعت وفهمت وناقشت وتعلمت وبقيت جدا للمسيح. فمش دايما ناخد الجزء من قصة حياة بني آدم ونحكم عليه. يعني كنت أتمنى أن أنا أحكي لكم حكاية تانية من العهد الجديد في الموضوع ده، لكن مش عايز أسيب رسالة يعقوب، لكن هيجي وقت وألف وأجاوب عمل التكملة للحكاية دي. معلمكم واحد هو المسيح، وأحنا علينا أن نكون البوق اللي بيتكلم فيه السيد المسيح. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. وبعد كده رسم صورة، الصورة دي هي الصورة الثامنة في رسالة يعقوب، هوذا الخيل يعني الحصان،
تفكرين مثل بلدي يقول ايه؟ لسانك حصانك ان صمت وصانك، مش كده؟ وان هنت اهانك. فنضع اللجم هو ذا الخيل، نضع اللجم جمع لجام في افواهها لكي تطاوعنا فنهدير جسمها كله. يعني اللسان بالنسبة لنا هو ده اللي لازم يتظبط، لأن ده اللي هيوجهنا إلى السماء أو جهنم. فلازم يتظبط. لما كل ما بتيجي تقعد وتعترفوا، لو واحد بيقعد كده يفحص نفسه قبل الاعتراف، يجي يقول إيه الخطايا اللي أنا هعترف بيها، يدور يلقى كمية هائلة من الخطايا في الايه؟ في اللسان. هو ذا صورة تانية على نفس الموضوع. الصورة التانية هي الصورة رقم 9. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة. دي القوة المحركة، فتتحرك بقوة العاصفة ماشي، اللي هي دلوقتي بقوة الموتور، يعني لما نعمل مواتير تديرها دفة صغيرة لليمين أو للشمال. يعني هي عظيمة كبيرة جدا ومندفعة بقوة كبيرة جدا، ولكن مع كل هذا الاندفاع فين الاتجاه اللي هتندفع إليه؟ الاندفاع بتاعها يديها سرعة كذا، لكن السرعة دي في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده ولا الاتجاه ده، تديرها ايه؟ دفة صغيرة، تعمل كده او كده. وهذا هو ايه؟ اللسان. تسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا حيثما شاء قصد المطر. خدوا بالكم، الرياح العاصفة من برة السفينة، ودي عمل النعمة، لأن دي آتية بقوة، ولكن عليك أنت أن تديرها بالطريقة اللي تعجبك. ده الجهاد اللي هو قصد المدير. المدير مش هو اللي بيجيب الرياح العاصفة، المدير بيحرك ايه؟ فالإرادة بتاعتي ماشية في اتجاه الجهاد بتاعي، إنما النعمة دي جاية من ربنا، جاية من برايا مش بتاعتي، مع انها هي القوة العظمى التي تحرك الدنيا، ولكن الارادة بتاعتي الجهاد بتاعي هو اللي هيوجهني كده او يوجهني كده. وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا الى حيث شاء قصد المدير. هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. مشكلة دي عارفين ليه؟ ليه يعقوب الرسول أول حاجة قالها في اللسان يفتخر متعظما؟ لأن الحقيقة مشكلتي ومشكلتنا جميعا هي الزاد، هي إننا إحنا دايما نفتخر بحاجات كتير ويفتخر متعظما. جاب قصة تانية أو صورة تانية بس بنفس الاتجاه. الصورة دي رقم 10. هو ذا نار قليلة، حتة نار قليلة، أي وقود تحرق، حتة النار الصغيرة، أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. قديس إيرينيوس قال تعبير مهم، قال كان أريوس شرارة صغيرة ولما لم تطفأ حالا حرقت العالم كله. شايف التعبير بتاع القديس إيرينيوس يقول ايه؟ أريوس كان حتة شرارة صغيرة ولما لم تطفأ حالا حرقت العالم كله. عارفين حرقت العالم كله دي اللي هي ايه؟ اللي هي جاءت لحظة قالوا للقديس أثناسيوس ايه؟ العالم كله ضدك،
فقال لهم وأنا بنعمة المسيح ضد العالم. إيه اللي خلى العالم كله ضد أثناسيوس؟ أريوس الشرارة دي. أريوس استخدم إيه؟ معلش أقول كلمتين صغيرين بس. أريوس استخدم إيه علشان ينشر البدعة بتاعته؟ الساليات. يعني إيه الساليات؟ يعني الترانيم. الترانيم بتاعته كانت ترانيم صغيرة، مقاطعها صغيرة وسهلة وبموسيقى يعني فريحي أو راقصة أو حاجات زي كده شوية. فكان هو يعمل إيه؟ كان يعمل الاجتماع بتاعه في الشارع في ميدان عام ويرنم معظم الوقت ويعظ وقتا قليلا، وكان كل الناس بتصل إلى الإيمان بتاع أريوس أو تندمج في الإيمان بتاع أريوس بواسطة التراتيل. هل علمتم كيف أن التراتيل أكبر خطر؟ أي واحد فيكم مهتم في الكنيسة اللي بيخدم فيها له مجال في موضوع القرآن، ينتبه إن أول حاجة ستقف فيها أمام الديان العادل سيسألك هل نشرت البروتستانتية في وسط الكنيسة الأرثوذكسية بواسطة الترانيم، ولا أوقفت الترانيم البروتستانتية وتمسكت بالترانيم الأرثوذكسية بس؟ تقول أصل الترانيم الأرثوذكسية عددها قليل زي بعض، ما احنا برضو كمان ندخل الألحان شوية، والألحان فيها عربي كتير وفيها الحاجات بتاعت كياك فيها عربي كتير، التسبيحة بتاعت كياك فيها عربي كتير، وناخد منها نقول في السنة كلها، مش لازم تتقال في كياك فقط، يعني طبعا ما تتقالش في مناسبات معينة، لكن اهتموا بأن تنشروا الإيمان الأرثوذكسي بواسطة الترانيم، وتوقفوا انتشار الفكر البروتستانتي الذي ينتشر بواسطة الترانيم. نكمل فيما بعد.